بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي طلاب الصيدلة الإلكترونيكية، هنستكمل النهاردة المحاضرات اللي بدأناها من 3 أسابيع في الفيزيكال كيمستري. هنستكمل محاضرة الثيرمو كيمستري اللي هو شابتر 3 في المحاضرة التانية. هنتكلم على الهيت اوف فورميشن اللي الرمز بتاعها دلتا اتش اف. الهيت اوف فورميشن هو التشينج ان انثالبي that takes place when one mole of the compound is formed from its elements. مركب اتكون زي الفيريك سلفايد، اتكون من الفيروس سلفايد، ده اتكون من تفاعل الايرن مع السلفر. نتيجة تكوين واحد مولكيول بتطلع حرارة مقدارها ناقص 24 كيلو كالوري. يبقى دلتا اتش اف اللي هي حرارة التكوين ناقص 24 كيلو كالوري. الستاندرد هيت اوف فورميشن اللي هي دلتا اتش اف دوت اللي فوق ديت هي الهيت اوف فورميشن بس عند الايه، عند الستاندرد ستيت. ايه هي الستاندرد ستيت؟ اللي هي 25 درجة مئوية وواحد اتموسفير. يبقى الستاندرد هيت اوف فورميشن اللي هو اللي تشينج ان انثالبي وين 1 مول اوف ا سبستانس از فورمد formed from its element at standard state. عشان نحسب الدلتا اتش بنقول انها بتساوي الهيت اوف فورميشن اوف برودكت summation of heat of formation of product ناقص summation of heat of formation of reactant. زي مثلا المعادله اللي عندنا دي اللي هي تفاعل الامونيا 2 امونيا مع 3 كلورين عشان يطلع لي نيتروجين جاز و 6 اتش سي ال. الاول لازم نعرف معلومة ان الدلتا اتش اف بتاع الكلورين والنيتروجين بيساوي صفر، او بمعنى اصح الدلتا اتش اف بتاع الاليمنت ان ستاندرد ستيت بتساوي صفر. طيب هنجمع مع بعض الاول البرودكت وبعد كده نطرح الرياكتنت من البرودكت. 6 اتش سي ال الهيت اوف فورميشن اوف اتش سي ال زائد 1 النيتروجين ناقص 2 الامونيا زائد 3 الكلورين. قلنا النيتروجين والكلورين هيساوي صفر، وبالتالي لو احنا عارفين الهيت اوف فورميشن اوف اتش سي ال والامونيا هيطلع في الاخر بيساوي ناقص 461 و42 كيلو كالوري. يمكن المثال، هنقول المثال ده يوضح اللي احنا بنقوله اكتر. كالكوليت ذا هيت اوف فورميشن او الدلتا اتش اف فور ذا رياكشن اللي هو الفيريك اوكسايد زائد كربون دايوكسيد هيدونا ايرن، ايرن في الستاندرد ستيت و 3 كربون دايوكسيد. وهو مديني بقى الهيت اوف فورميشن بتاعت كل واحد منهم. هنعمل ايه؟ هنقول ان الدلتا اتش بتساوي السميشن اوف هيت اوف فورميشن اوف برودكت، وبعد كده نطرح منها الهيت اوف فورميشن اوف رياكتنت. عندي الحديد في التفاعل البرودكت 2 حديد و 3 كربون دايوكسيد، هنضرب كل واحد فيهم في الهيت اوف فورميشن. ولازم ناخد بالنا ان هنا الحديد اللي طالع بيبقى في الستاندرد ستيت، وبالتالي هيبقى الهيت اوف فورميشن بتاعته صفر، وهنعوض ونضرب. المعادله سهله جدا. في الجزء ده من المحاضره هنتكلم على كراشوف اكويشن او كراشوف اكويشن at constant volume و at constant pressure، معادلتين لكراشوف اللي هي العلاقة بين التمبريتشر والتشينج في الهيت او التشينج في الانثالبي. الجزء بعد كده هنتكلم على هيس لو، واخر حاجة هنتكلم على الميجرنج اوف هيت اوف اكشن. معادلة كراشوف بتقول ايه؟ the equation كراشوف equation the equation representing the variation of heat change of the reaction with temperature، العلاقة بين الهيت تشينج بتاع التفاعل مع التمبريتشر. بالنسبة لكراشوف اكويشن في حالتين لكراشوف اكويشن، حالة ات كونستانت فوليوم والتانية ات كونستانت بريشر. بالنسبة لكراشوف بنقول ان دلتا اي 2 ناقص دلتا اي 1 بيساوي الهيت كاباسيتي ات كونستانت فوليوم مضروبة في التشينج في التمبريتشر تي 1 ناقص تي 2.
انما في حالة ال constant pressure بنقول دلتا اتش 2 ناقص دلتا اتش 1 بيساوي ال heat capacity at constant pressure مضروبة في الفرق بين درجات الحرارة. في الحالة الأولانية بنقول ال heat capacity of the product at constant volume، ودلتا اي 1 ودلتا اي 2 اللي هو ال change in enthalpy أو ال change في temperature at T1 و T2. تعالوا نشوف مسألة على الكلام. نشوف اكزامبل على هس على الخرشوف لو او خرشوف اكويشن. المسألة بتقول ايه؟ The heat of the following reaction at 27 degree centigrade is minus 22.1 كيلو كالوري. الدلتا اتش بتاع التفاعل اللي قدامي دوت بس الدلتا اتش بتساوي ناقص 22.1 كيلو كالوري. التفاعل ايه هو؟ نص هيدروجين زائد نص كلورين بيديني اتش سي ال، التلاتة انجاز يس اس سي. احسب لي بقى الهيت اوف الهيت اوف رياكشن ات 77 ديجري سنتيجريد، مدينا المولر هيت كاباسيتي بتاع كل واحد منهم عند 27 درجة مئوية، الهيدروجين كذا والكلورين كذا والاتش سي ال كذا. هنحلها ازاي المسألة دي؟ هنقول كتبنا المعادلة والدلتا اتش اللي طالع ناقص 22.1. طب عند 77 هنعمل ايه؟ من خرشوف اكويشن احنا اللي اتغيرت درجة الحرارة، من خرشوف اكويشن بنقول دلتا اتش 2 ودي اللي عايزين نحسبها ناقص دلتا اتش 1 اللي مدهاني في المسألة اللي هي ناقص 22.1 بيساوي الدلتا الهيت كاباسيتي تشينج مضروبة في الفرق في درجة الحرارة. يبقى كل اللي عايزين نحسبه في المسألة دي الهيت كاباسيتي ات كونستانت بريشر. الهيت كاباسيتي ات كونستانت بريشر بتساوي الهيت كاباسيتي بتاعت البرودكت ونطرح منها الهيت كاباسيتي بتاعت الرياكتنت اللي هي بتساوي الهيت كاباسيتي بتاعت ال اتش سي ال اللي هي 6.8 ناقص نص هيدروجين في نص كلورين. جبنا الارقام اللي عندي ديت بيساوي في الاخر ماينس 0.848، ده الهيت كاباسيتي. بنحسب بقى عند، بس في حاجة الأول لازم نحول درجة الحرارة من ديجري سنتيجريد لفرنهايت لكلفن بإن احنا نجمع عليهم 27، يبقى درجة الحرارة التانية 350 والأولانية 300 نطرحهم من بعض يبقى فرق في درجة الحرارة بيساوي 50. نعوض بقى مباشرة عشان نحسب الدلتا اتش 2 بتساوي ماينس 20 دلتا اتش 2 ناقص دلتا اتش 1 اللي هي ناقص 22.1 دي بالكيلو كالوري، هنضرب في 1000 عشان نحولها لكالوري، هتساوي عندي الهيت كاباسيتي اللي هي حسبناها لسه الوقت اللي هي ناقص 0.46 مضروبه في الفرق في درجه الحراره اللي هم 50، هيطلع في الاخر دلتا اتش 2 ماينس 22123 كالوري. الموضوع الثاني اللي هو هيسلو. ايه هو هيسلو؟ بنقول if a reaction is carried out in a series of steps الدلتا اتش for the reaction is the sum of delta h's for each of the steps. ايه الكلام ده؟ لو انا عندي تفاعل المركب التفاعل من A ل Z، من A ل Z التفاعل ده الهيت اوف دلتا اتش او الهيت اوف رياكشن او الهيت اوف تشينج اوف انثالبي اديته رمز كيو كابيتال 1. طب التفاعل ده ممكن يمشي على مسار تاني اللي هو ايه؟ يتحول لبي، وبعد كده بي يتحول لسي، وسي يتحول لزد. كل خطوه من دول ليها تشينج اوف انثالبي او هيت اوف هيت اوف رياكشن كيو 1 كيو 2 كيو 3. مجموع Q1 و Q2 و Q3 لازم يساوي مجموع Q1 capital. يعني لو التفاعل ذا توتال هيت ايفولفد Q1 زائد Q2 زائد Q3 هيديني Q2 capital، لازم Q2 capital بتساوي Q1 capital اللي هو التفاعل لو مشي على خطوة واحدة. مجموع التفاعل الحرارة اللي طلع من تفاعل لو مشي على خطوة واحدة هي نفسها بتساوي مجموع الـ change in enthalpy لو ماشي على اكتر من خطوه. بنقول الدلتا اتش بتساوي الدلتا اتش 1 زائد الدلتا اتش 2
زي الدلتا اتش 3 واي عدد بقى من ايه من الخطوات. هنقول ان الان هي نمبر اوف ستيبس، ده هيس لو، هنشرحه اكتر. الجرافايت اللي هو الكربون بيتفاعل مع الاكسجين ممكن عشان يديني في الاخر كربون دايكسيد، ممكن التفاعل ده يمشي على خطوة واحدة ويطلع لي دلتا اتش بتساوي 393.5، اللي شوفها على اليمين خالص منها، ده التفاعل مشي في خطوة واحدة. ممكن التفاعل ده يمشي على خطوتين، ان الكربون يتفاعل مع الاكسجين ويدينا كربون مونوكسيد زائد نص اكسجين، وممكن التفاعل وبعد كده الكربون مونوكسيد والنص اكسجين دول يرجعوا يتفاعلوا ويدوك كربون دايكسيد على خطوتين. طب الخطوة التانية الهيت اوف رياكشن بتاعتها ماينس 283 كيلو كالوري، يبقى الدلتا اتش واحد بتساوي ايه؟ هنطرح الرقمين من بعض هيطلع الدلتا اتش ايه. نفس المثال تاني على اللي هو الفورميشن اوف ووتر. الهيدروجين مولكيول من الهيدروجين بيتفاعل مع نص اكسجين عشان يكون لي من مولكيول من الووتر ليكويد، هيدروجين جاز زائد نص اكسجين جاز عشان يكون لي ووتر ليكويد. التفاعل ده ممكن يمشي على خطوه واحده وممكن يمشي على خطوتين، لو مشي على خطوه واحده التشينج انثالبي بيساوي ناقص 258، لو مشي على خطوتين الخطوه الاولانيه 241.8، التانية 44، لو جمعنا الاتنين مع بعض هيطلع 200 ناقص 285 اللي هي بتاعت الخطوة الأولانية. المسائل دي توضيح لهيس لو اللي قلناه هو نفس اللي لسه قايله دلوقتي في الفورميشن اوف ووتر، لو مشي على خطوة واحدة مجموعهم هم لو مشي على خطوتين. نشوف الدلتا اتش لو على خطوتين ناقص 26 وناقص 67، لو جمعناهم مع بعض هيطلعوا هم ناقص 94 كيلو كالوري. مثال تاني اللي هو فورميشن اوف صوديوم هيدروكسيد. الصوديوم هيدروكسيد ممكن يتكون نتيجة تفاعل الصوديوم مع الأكسجين على خطوتين وخطوة واحدة برضو، لو على خطوتين زي ما انتوا شايفين. هنعيد نفس الكلام تاني. دلوقتي هنتكلم على آخر موضوع اللي هو measuring of heat of reaction، عايزين نقيس هنقيسها ازاي درجة اللي هو الهيت ابزوربت او هيت ريليست. ازاي نقيسها؟ هنقيسها بجهاز اسمه كالوريمتري، اللي هو الديفويس ده جهاز بيقيس ايه الهيت ريليست اور ابزوربت ان كيميكال اور فيزيكال بروسيسز، بيقيس الهيت ريليست او الهيت ابزوربت. بيعتمد على ايه الجهاز ده؟ بيعتمد على قانون of conservation of energy. اول جهاز منهم بنسميه البومب كالوريمتري، كالوريمتري اسف، البومب كالوريمتري قلنا من كالوري. ده بنستخدمه لقياس درجة الاحتراق. بنقول ايه؟ after the combustion of the heat of the heat of combustion can be calculated as the heat released by the system بيساوي the heat gained by water. اللي بيحصل في جوه في الغرفة الداخلية، بنحط المادة اللي هنحرقها بنوصلها بالتيار الكهربائي اللي هيحرق المكون، والشامبر الخارجي موجود فيه مية، هنقيس درجة حرارتها قبل التفاعل ونقيس درجة حرارتها بعد التفاعل اللي هو بعد الكمباشن. طبعا هيحصل زياده في درجه حراره الميه ومنه هنعرف الهيت اوف رياكشن. بنقول السبيسيفيك هيت بيساوي كيو اللي هي الهيت ريليست باي ذا سيستم
على الام اللي هو الماس، الكتلة بتاعت المادة اللي هنحرقها، مضروبة في الدلتا تي اللي هو تشينج في الديجري سنتيجريد، طبعا تشينج في درجة حرارة المية. الجهاز بيتكون من ايه؟ غرفة داخلية اللي بيتم فيها الاحتراق، محاطة بغرفة خارجية فيها مية، ومتوصلة بستيرر عشان نقلب المية، وترمومتر عشان نقيس درجة الحرارة. جهاز تاني بيستخدم للتفاعلات، مش الكمباشن زي الكافي اللي زي البومب اللي فات، اللي اسمه كافي كاب كالوريمتر. الكافي كاب بيتكون من ما شكل الكوباية اللي انتوا شايفينها ديت، بنحط فيها المواد اللي هتتفاعل مع بعض، وفي داخله ترمومتر وستيرر، وبنقيس درجة الحرارة قبل التفاعل ودرجة الحرارة بعد التفاعل، بنحسب منهم التشينج ان انثالبي. ده كان آخر حاجة في المحاضرة، وإن شاء الله الأسبوع الجاي هنبدأ جزء جديد.